أهلا بكم وحلقة جديدة من خمسة رياضة مع علي بركة. الموضوع اللي عايز أتكلم فيه هو أنه ليه دايما بنكيل بأكثر من مكيال فيما يتعلق بالأمور الرياضية الكروية وخاصة الأمور الفنية. يعني أفشة ومحمد شريف تم استبعادهم لفترة من المدير الفني كارلوس كيروش اللي تولى المهمة، والحقيقة لغاية دلوقتي هو ماشي كويس جدا جدا جدا، لكن اتفاجئنا برضو ان هو بعد ما الاتنين دول وقفوا على رجليهم واستعادوا مستواهم ورجعوا مرة اخرى، هو استعاد هذين اللاعبين. وكانت المفاجأة ان هو في التجمع الجديد استبعد زيزو وطارق حامد. انا شايف الحقيقة انه الموضوع لازم، انت طالما جبت مدير فني كبير ومسؤول وله اسمه وله مكانته، بالتأكيد لازم تديله الفرصة الكاملة والصلاحية الكاملة من اجل انه هو يثبت وجوده. وواضح جدا ان الراجل ده شخصيته قوية جدا وعارف بيعمل ايه وما بيهموش. الراجل بيهتم جدا بالجانب الأخلاقي والجانب الإنساني جنب اهتمامه بالجانب الفني. وكان طبيعي جدا ان هو لما استبعد أفشة واستبعد شريف انهم يقفوا على رجليهم، والنادي الأهلي بيساعدهم، واعتقد ان موسيماني اداهم الفرصة الكاملة لإثبات وجودهم، واظن انهم استثمروا هذه الفرصة وعادوا مرة اخرى افضل من الاول. نفس الشيء انا بطالب كارتيرون ان هو يفعله مع احمد سيد زيزو وطارق حامد. صحيح هما لعيبة كبيرة وتستحق بكل تأكيد ان تكون موجودة في المنتخب، ولكن وجهة النظر الفنية تتطلب وجهة نظر فنية للمدير الفني للمنتخب تتطلب من المدير الفني لفريق نادي الزمالك ان هو يؤازر لعبته من خلال جلسات نفسية مطولة، وأيضا يديهم الفرصة التاني للعب عشان يثبتوا نفسهم ويعودوا مرة أخرى. أتصور أنه كيروش مدرب بيثبت يوم بعد يوم أنه مدرب كويس قوي، ودي يمكن من الحسنات القليلة جدا جدا لمجلس الأستاذ أحمد مجاهد اللي تولى فيها خلال فترة توليه المسؤولية، لأن القرارات اللي اتخذت في قرارات كثيرة جدا، وأتوقع أن الأمور يعني قد تتطور إلى ما لا تحمد عقباه. وعموما احنا في كل الأحوال أنا شايف أنه الأمور كلها أوشكت على الانتهاء، كل المشاكل الرياضة بتوشك على الانتهاء مع تولي مجالس إدارات جديدة سواء في الأندية أو الاتحادات الرياضية ومنها اتحاد كرة القدم. شكراً.